كلنا تابعنا امبارح اولى جلسات الحوار الوطني اللي كلف فيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي بيتم داخل الاكاديميه الوطنيه للتدريب. الجلسه الافتتاحيه كانت مذاعه على الهواء مباشره، شارك فيها اعضاء مجلس الامناء 19 واللي بيمثلوا كل الاتجاهات والتيارات السياسيه والمدنيه وكل مكونات المجتمع المصري. شفنا من خلال مداخلات اعضاء المجلس امبارح انه في التزام بالشفافيه وخلق مساحات مشتركه للتفاهم والتوافق حول كل القضايا اللي مطروحه للنقاش خلال هذا الحوار. الحقيقة فعلا اليوم والبداية كانت مبشرة جدا، والمؤشرات بتقول ان احنا قدام حوار حقيقي هدفه انه يوصل لوثيقة مشتركة وتفاهمات حوالين كل القضايا اللي بتشغل المواطن العادي. هنا انا لازم احيي الأكاديمية الوطنية للتدريب على المجهود المحترم اللي قامت بيه والتزامها بالإطار الزمني اللي اعلنته، وده طبعا بخصوص بدء الحوار في ميعاده. كمان قالت ان اول جلسة هتكون في الاسبوع الاول من يوليو، وبالفعل قدرت انها تبتدي الحوار في نفس الميعاد بالظبط، وعملت مجهود كبير في استقبال المقترحات سواء من القوى السياسية او المواطنين، وكمان قدرت توجه الدعوات لاكثر من 500 جهة ومؤسسة للمشاركة في الحوار. اللي حصل وزي ما شفنا من عرض الأمانة الفنية، شفنا أن الأكاديمية استقبلت أكثر من 96 ألف مقترح وطلب من المواطنين للمشاركة في الجلسات. الملفت في هذه الطلبات أنها كانت بتشمل كل المحافظات، يعني ما فيش محافظة واحدة ما شاركتش في إرسال هذه المقترحات أو الطلبات، وده بيعكس أنه في ثقة من المواطنين في أهمية هذا الحوار والمخرجات كمان اللي هيتم التوافق عليها من خلال هذا الحوار. عجبني كمان جدا المقترحات، مش بس انها كانت في سياق سياسي، بالعكس كان في اهتمام بقضايا كتير اقتصاديه مجتمعيه، كان في مجالات كتير اتفتح الكلام فيها، الصحه، التعليم، المراه، الاعلام، حاجات كتير جدا اتفتح الكلام فيها ومطروحه للنقاش. عشان كده انا متفائله جدا باليوم الاول او الجلسه الاولى للحوار، لانها فعلا خرجت بينا من دائره الحوار السياسي المغلق للحوار الوطني الشامل اللي بيهتم بكل قضايا الوطن. بنصبح على حضراتكم من وطن في مكان لكل مصري. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.